السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بنبلش في شابتر 9 واللي هو بحكي عن الهندسة الفراغية من نظريات الترابط في الكيمياء Molecular Geometry and Bonding Theory. لما نيجي نطلع على المركبات الكيميائية المختلفة بنلاحظ بشكل عام إنه كل مركب خلينا نحكي في له شكل خاص فيه اللي هو المولكيولار شيب، الشكل الجزيئي. ليش الشكل مهم؟ الشكل مهم لأنه طريقة ترابط الذرات مع بعضها البعض لها دور مهم أو تلعب دور في إيش؟ في التفاعلات التي يدخل بها هذا المركب. So the shape of a molecule plays an important role in its reactivity. كيف ممكن إني أحدد الشكل؟ أنا بحدد الشكل من حيث اني اقدر اني ارتب سواء الالكترونات المرتبطة والالكترونات غير المرتبطة على شكل ازواج. ماشي الحال؟ لما اجي ارتبهم في خلال المركب اللي موجود عندي رح يطلع عندي الشكل، رح يعطيني هذا هو ايش الشكل النهائي. So by noting the number of bonding and non-bonding electron pairs we can easily predict the shape of the molecule. فاحنا يعني الاساس بالشابتر هذا انه نحدد اشكال ايش المركبات المختلفه، نتعلم كيف نحدد اشكال المركبات المختلفه زي ما انتم ملاحظين. اذا الاساس اللي هو عمليه ترتيب ايش الالكترونات سواء كانت مرتبطه او غير مرتبطه، واحنا بنعرف انه الالكترونات هي شحنتها ايش مالها سالبة. فانا لما بدي احط الكترونات جنب بعضها البعض راح يصير في عندي تنافر، فانا مهمتي انه اخلي التنافر بين هاي الالكترونات اقل ما يمكن. اوكي، فانا لما ارتب ازواج الالكترونات بحيث انه يكون المسافة بيناتها اكبر ما يمكن عشان اقلل التنافر، ساعتها بقدر اني اتوقع شكل المركب اللي موجود عندي. الالكترونات او ازواج الالكترونات اللي هي بتكون مرتبطة او غير مرتبطة بالمركب بدنا نشير الها بمسمى الكترون دومين، المحيطات الالكترونية او المجال ايش الالكتروني. فاذا اجينا اطلعنا على المركب العام اللي هو ABC اللي انتو شكله شايفينه، بنلاحظ انه A في حواليها الكترونات مرتبطة وغير مرتبطة، ونفس الشيء كل واحدة من ال B اللي موجودين عندنا. اوكي، فانا كيف بدي احدد الالكترون دومين عدد المحيطات الالكترونية؟ بكل بساطة اذا كان في عندي زوج من الالكترونات غير مرتبط بعده على اساس انه واحد، اذا رابطة احادية بعدها على اساس انها واحد، اذا رابطة ثنائية بعدها على اساس انها واحد، واذا رابطة كمان ثلاثية بعدها على اساس انها واحد. فعلى سبيل المثال لو اجينا اطلعنا على ذرة الـ A الموجودة بالمركب، فاكمن الكترون دومين في حول الـ A نحكي انه في عندنا اربعة الكترون دومين اللي هم زوج من الالكترونات غير مرتبط هي واحد، ورابطتين احاديتين كل واحدة واحد هي اثنين، ورابطة ثنائية هي فاعل صار مجموعهم كم؟ اربعة. هاي هي الطريقة اللي بنحدد فيها ايش الالكترون دومين. طبعا انا عشان احدد الشكل عادة هاي ترتيب الالكترونات لازم تكون قائمة على نظريات معينة. النظرية المهمة في ترتيب الالكترونات اللي هي اسمها Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory، نظرية تنافر ازواج الكترونات غلاف التكافؤ. شو نفس النظرية هاد؟ نفس النظرية The best arrangement of a given number of electron domains is the one that minimizes the repulsions among them. إذا أفضل ترتيب للإلكترونات الموجودة عندي
هو الترتيب الذي يقلل التنافر فيما بينهم إلى أقل حد ممكن. فمن خلال هاي النظرية، من خلال هاي النظرية صار في عندي الأشكال المختلفة اللي إحنا بنعرفها أو اللي إحنا بنشاهدها للمركبات كلها. خلينا نشوف تطبيق هاي النظرية. في البداية في عنا شيء اسمه الإلكترون دومين جيومتري، اللي هو خلينا نحكي الشكل الفراغي الذي يعتمد على المحيطات الإلكترونية، سواء كانت إلكترونات مرتبطة أو إلكترونات غير مرتبطة. في عنا خمس خلينا نحكي أشكال مجازا رئيسية تعتمد على الإلكترون دومين. الشكل الأول اللي هو لما يكون في عندي 2 إلكترون دومين، يعني في ذرة مركزية حواليها محيطين إلكترونيين، الشكل بيكون اسمه لينير، الإلكترون دومين جيومتري اسمه لينير والزاوية 180. النوع الثاني لما يكون في عندي ذرة مركزية وحواليها 3 محيطات إلكترونية، فالإلكترون دومين جيومتري اسمه ترايجونال بلانر والزاوية فيما بينهم 320، فإذا كلهم متساويين. النوع الرابع لما يكون في عندي ذرة مركزية وأربع محيطات إلكترونية يكون اسمه تتراهيدرا والزاوية 109.5. النوع الرابع لما يكون في عندي 5 إلكترون دومين فبيكون اسمه ترايجونال باي بيراميدال، وهون في هاي الحالة من الحالة الوحيدة اللي في عندي زاويتين، الزاوية واحدة منهم 90، بيكون في عندي 2 عموديات وثلاثة محوريات الزاوية بيناتهم 120. والنوع الأخير لما يكون في عندي 6 إلكترون دومين فبيكون الإلكترون دومين جيومتري اسمه أوكتاهيدرال والزاوية فيما بينهم زي ما انتم شايفين بالجدول 90. هدول الأشكال الخمسة الرئيسيات الإلكترون دومين جيومتري الرئيسيات مطلوب منا نعرفهم، مطلوب نعرف كيف شكلهم والإلكترون دومين جيومتري اللي هو الاسم تبعهم والزاوية فيما بينهم. فأنا كيف بدي أحدد الإلكترون دومين جيومتري؟ بكل بساطة لازم أعرف بالبداية زي ما أخذنا كيف نرسم لويس ستراكشر، لازم أرسم شكل لويس، ومن خلاله شكل لويس بعد ما أرسم وأرتب الإلكترونات بقدر أحدد الإلكترون دومين جيومتري. فعلى سبيل المثال لو إجينا أخذنا الـ NH3 فبدنا نرسم اللويس ستراكشر وبدنا نطبق قواعد رسم اللويس ستراكشر على NH3، فبطلع عندي الذرة المركزية اللي هي نيتروجين وحواليها 3 هيدروجين، وبعد ما أوزع الإلكترونات بطلع كمان في عندي على النيتروجين زوج من الإلكترونات غير المرتبطة. فإذا هذا هو اللويس ستراكشر للـ NH3 زي ما أنتم شايفين. فبعدين شو باجي بعمل؟ بعد أكمل محيط إلكتروني، فلما أعد المحيطات الإلكترونية حول النيتروجين بلاقيها 4 اللي هي 3 مرتبطة و1 زوج غير مرتبط، فعددهم 4. فإذا الإلكترون دومين جيومتري اللي هو أنا بسميه إيش ماله؟ تتراهيدرال، والزاوية راح تكون إيش مالها؟ 109.5. فإذا هاي هي الطريقة اللي من خلالها بنحدد الإلكترون دومين جيومتري لأي مركب ممكن يكون عندنا. في البداية برسم لويس ستراكشر، بوزع الإلكترونات المرتبطة وغير المرتبطة، بعدين بعد أكمل محيط إلكتروني ومن خلاله بقارنه بالجدول وبحدد الشكل وحدد ايش الزاوية. اللي اهم من الالكترون دومين جيومتري في عندي اللي هو اسمه موليكيولر جيومتري، او اللي بين قوسين نحكي عنه الشيب، الشكل النهائي للمركب. اذا الموليكيولر جيومتري او الشيب هو اهم بالنسبة لنا من الالكترون دومين جيومتري، بس الموليكيولر جيومتري هي مشتقة من الالكترون دومين جيومتري. اوكي، فإحنا بنحكي عادة إنه the electron domain geometry is often not the shape of the molecule. أوكي؟ the electron domain geometry عادة مش هو شكل المركب، لكن في بعض الأحيان بيكون the electron domain geometry هو نفس molecular geometry. أوكي؟ so what is the molecular geometry؟ شو اللي بيختلف؟ ليش بيختلف molecular geometry عن the electron domain geometry؟ حكينا إن the electron domain geometry بناخد بعين الاعتبار من عد الإلكترونات المرتبطة وغير المرتبطة، بينما بالموليكيولر جيومتري هو عبارة عن الشكل المحدد من خلال مواقع الذرات، يعني من خلال الإلكترونات المرتبطة فقط. So the molecular geometry is that defined
by the positions of only the atoms in the molecule, not the non-bonding pair. فعلى سبيل المثال لو ضلينا على NH3، فإذا عندي الـ NH3 لازم أرسم إيش؟ Lewis structure في البداية، فبنرسم Lewis structure زي ما أنتم شايفين. هلا لما نرسم الـ Lewis structure بنلاحظ إنه الإلكترون دومين جيومتري اللي هو تتراهيدا، لأنه في حواليه أربعة، فأربع محيطات إلكترونية، فإذا تتراهيدا. بينما لما بدي أنا أحدد المولكيولار جيومتري، زي ما أنتم ملاحظين فقط أخذنا بعين الاعتبار الذرات المرتبطة. فلما نيجي نطلع على المولكيولار جيومتري هون صار على سبيل المثال صار اسمه تريجون البيراميدال، وهو مختلف عن الالكترون دومين جيومتري. اذا هذا هو الفرق ما بين الالكترون دومين جيومتري والمولكيولار جيومتري، واكيد راح ناخذ بعين الاعتبار هلا راح نشوف كيف ممكن اني احدد انا المولكيولار جيومتري لاكثر من مركب من الالكترون دومين جيومتري. هلا احنا حكينا انه المولكيولار جيومتري او الشكل هو مشتق من الالكترون دومين جيومتري. So within each electron domain there might be more than one molecular geometry. إذا كان في عندي electron domain معين، فهذا الالكترون دومين ممكن يحتوي على أكثر من شكل أو أكثر من molecular geometry. زي ما احنا شايفين مثلا طلعوا في عندنا CH4 على سبيل المثال في تراهيدرا الالكترون دومين جيومتري له. ال NH3 كمان الالكترون دومين جيومتري له تتراهيدرا، وال H2O الالكترون دومين جيومتري كمان له ماله تتراهيدرا. But the molecular geometry are different for the three compounds. بس CH4 المولكيولار جيومتري له تتراهيدرا، ال NH3 له تريجونال بيراميدال، وال H2O له اسمه ايش؟ بنت. فبدنا احنا نتعلم كيف نحدد او كيف نشتق مولكيولار جيومتري من الكترون دومين جيومتري واحد. الحالة الأولى لما يكون في عندي لينير الكترون دومين، حكينا إنه لينير الكترون دومين لما يكون في عندي منطلق الكترون دومين اثنين، الذرة المركزية حواليها محيطين الكترونيين، فبهاي الحالة المحيطين الالكترونيين بيكونوا بوندينج دومين، هي مرتبطة عددهم اثنين، والنون بوندينج يعني الالكترونات غير مرتبطة عددهم ايه صفر. فهذا المولكيولار جيومتري راح يكون نفس اللينير الكترون دومين جيومتري اللي هو مسميه لينير، مثال عليه CO2. So in the linear domain there is only one molecular geometry اللي هو ايش ماله؟ linear، والزاوية راح تكون فيه اكيد 180. لو كان في عندي فقط ذرتين مرتبطات، يعني لو كان في عندي مولكيول او جزيء زي ال HCl على سبيل المثال، فال HCl ما في عندي غير H مرتبطة مع Cl، فدائما لما يكون في عندي مركب او جزيء مكون فقط من ذرتين هذا الشكل دائما بيكون linear شو ما كان عدد المحيطات الالكترونية. هاي النقطة دائما خلوها بعين الاعتبار. إذا مرة ثانية لما يكون في عندي فقط محيطين إلكترونيين المولكيولار جيومتري راح يكون نفسه الإلكترون دومين جيومتري اللي هو لينير والزاوية 180. الحالة الثانية لما يكون في عندي الإلكترون دومينز عددهم ايش؟ ثلاثة، فالإلكترون دومين جيومتري اسمه ترايجونال بلانر. فهون في عندي احتمالين. الاحتمال الاول انه الثلاثه يكونوا ايش مالهم؟ بوندينج، ثلاث الكترون دومينز يكونوا بوندينج، فالمولكيولار جيومتري بيكون زيه زي الالكترون دومين هو ترايجونال بلانر، مثال عليه البي اف 3. بينما الحاله الثانيه انه يكون في عندي تو بوندينج دومين وان نون بوندينج دومين، فبهاي الحاله بصير اسم الشكل بنت اللي هو منحني، مثال عليه الان او 2 ماينس. اذا لما يكون في عندي 3 electron domains في هاي الحالة في عندي 2 molecular geometries، إما trigonal planar لما يكونوا ثلاثة bonding، أو bent لما يكون 2 bonding وواحد non bonding. وهلا رح نيجي نشرح ليش صار اسمه bent بالسلايد اللي وراه، ليش صار bent والزاوية صارت ايش؟ أقل من 120. إذا بشكل عام لما يكون في عندي الكترونات بالشكل الكترونات غير مرتبطه، عاده الالكترونات الغير مرتبطه بدها حجم اكبر من الالكترونات المرتبطه، لانه الالكترونات المرتبطه محدوده بها حجم بمساحه معينه اللي هي بين الذرات، بينما الالكترونات غير المرتبطه راح تاخذ مساحه اكبر لانه ما في شيء ايش بربطها. فعشان هيك لما يكون في عندي تنافر بين الالكترونات راح تحتاج الى ايش؟ الى مساحه اكبر. فهاي المساحة
تاخذها من الالكترونات المرتبطه وتعمل على تقليل ايش؟ الزاويه. فعشان هيك بالمثال اللي السابق السلايد السابق ال NO2 ماينس صار اسمه بنت، لانه الذرتين اللي هو الاكسجين اقتربوا من بعض بسبب وجود الكترونين او زوج من الالكترونات غير المرتبطه. فلو اجينا اطلعنا على هذول الامثله اللي موجودين عندنا اللي هم ال CH4 وال NH3 وال H2O، كلهم فيهم اربعه الكترون دومينز، بس بال CH4 الاربعه الكترون دومينز كلهم مرتبطات فالزاويه 109.5. في حاله ال NH3 في عندي زوج غير مرتبط، فهذا الزوج راح ياخذ مساحه اكبر فراح يعمل على تقليل الزاويه، فصارت الزاويه مقدارها 107. بينما بال H2O في عندي صار في عندي زوجين غير مرتبطات فعملوا على تقليل الزاويه اكثر واكثر فصارت الزاويه 104.5. اكيد كارقام مش مطلوب منا نحفظ ارقام، بس مطلوب منا انه نعرف مين ممكن تكون الزاويه له اكبر من الثاني او اقل من الثاني، وبدنا نعرف انه كل ما كان عدد الالكترونات غير المرتبطه عددها اكبر كل ما كانت الزاويه اقل واقل. زي ما وجود الالكترونات غير المرتبطه تعمل على تقليل الزاويه في المركبات، وجود الروابط المتعدده كمان تعمل على تغيير الزوايا، لانه اكيد الرابطه مثلا الثنائيه راح تحتاج مساحه اكبر من الرابطه الاحاديه، والرابطه الثلاثيه راح تحتاج مساحه اكبر من الرابطه ايش؟ الثنائيه، وهكذا. فاذا وجود الروابط المتعددة يعمل كمان على تغيير الزوايا، زي ما انتم شايفين بالمركب اللي عندي اللي هو CCl2O. هلا المفروض انه في عندي ثلاثة الكترون دومين، فبتوقع انه الزاوية تكون مالها 120، بس هي فعليا 124 من جهة و111 من جهة. شو السبب؟ السبب وجود الرابطة الثنائية لانها تحتاج الى مساحة ايش مالها؟ اكبر. الحالة الثالثة اللي عندي لما يكون في عندي عدد المحيطات الإلكترونية أربعة، فهون في عندي ثلاث احتمالات زي ما أنتم شايفين. الاحتمال الأول إنه يكونوا كلهم بوندينج والنون بوندينج عددهم صفر، فالموليكولار جيومتري ايش بصير؟ اسمه تتراهيدرال، مثال عليه CH4. الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني إنه يكون 3 بوندينج وواحد نون بوندينج، فبصير اسمه تريجونال بيراميدال زي الـ NH3. والاحتمال الثالث والاخير لما يكون في عندي 2 بوندنج و2 نون بوندنج بصير اسمه بنت زي ال H2O. فهذول هم الاحتمالات الموجودين لما يكون في عندي اربعه الكترون دومين. وطبعا كل هذول الالكترون دومين والمولكيولر جيومتري ناخذهم اكيد لازم تكونوا كلهم ايش؟ عارفينهم، يعني تعرفوا لما تيجي ترسموا لويس ستراكشر انه طلع عندي مثلا 2 بوندنج و2 نون بوندنج، معناته لازم يكون ايش اسم الشكل تبعه بنت والزاويه تبعيته اقل مثلا من 109.5. هلا لما بدنا نيجي على الحاله الرابعه اللي هو لما يكون في عندي خمس محيطات الكترونيه وكان الالكترون دومين جيومتري اسمه ترايجونال باي بيراميدال، لاحظنا انه في عندنا بهذا الشكل زاويتين، واحده 90 وواحده 120. حكينا السبب انه في ثنتين اللي هم بنسميهم اكسيال محوريات، سوري عموديات، وثلاثه اكواتوريال اللي هم محوريات. سو في عندنا اكسيال واكواتوريال، اذا المواقع هون ايش مالها؟ مختلفه، فعشان هيك الزوايا مختلفه. فالعلماء لازم يقرروا هل الالكترونات المفروض اذا في عندي الكترونات غير مرتبطه يجي موقعها على الاكسيال على العمودي او على الاكواتوريال، اي افضل لاستقرار المركب؟ فهذا اللي ايش راح نشوفه. عشان هيك اذا مثلا كان عندنا على الاكسيال فقط في عندي موقعين، بينما على الاكواتوريال في عندي ثلاث مواقع، فمين هم الافضل؟ هذا اللي راح نشوفه كمان شوي. اذا في حاله لما يكون في عندنا حكينا خمس محيطات الكترونيه في عندي موقعين، فبعد الدراسة ودراسة استقرار المركبات وجد أن الطاقة للمركب
تكون أقل ما يمكن، يعني يكون استقراره أكثر ما يمكن عندما يكون مواقع الإلكترونات غير المرتبطة على المحاور، على إيش؟ على الأماكن المحورية، على الإكواتوريال مش على الأكسيا. So lower energy conformation result from having non-bonding electron pairs in equatorial rather than axial positions in this geometry. فعشان هيك بما انه على المواقع المحورية الاكواتوريال فحكينا كم من موقع في عنا، في عنا ثلاث مواقع زي ما انتم شايفين. فمثلا هذا المثال اللي هو SF4، مثلا في عندي 2 non-bonding electrons، فالتو نون بوندنج الكترونز وين حطيناهم؟ حطيناهم على وحده من المحوريات مش على العموديات عشان يكون المركب اكثر استقرارا. فاذا بسبب انه المركب راح يكون اكثر استقرارا لما يكون في عندي 5 الكترون دومينز، انه يكونوا اذا في عندي الكترونات غير مرتبطه يكون موقعهم على الاكواتوريال. فعشان هيك كم من احتمال في عندي، كم من موليكولار جيومتري راح يطلع عندي 4 موليكولار جيومتري. فاذا كان عدد الالكترون دومينز عددهم 5، الاحتمال الاول انه يكونوا كلهم بوندنج، ومثال عليه البي سي ال5، فالمولكيولار جيومتري يكون اسمه ترايجونال باي بيراميدال. بينما لما يكون الاحتمال الثاني 4 بوندنج وواحد نون بوندنج راح يكون الشكل اسمه سيسو. اذا بتتذكروا لعبه السيسو زمان رح نلعبها وانتم صغار واحنا صغار، ومثال عليه الاس اف 4 لانه موقع الالكترونات زوج الالكترونات على واحد من المحوريات. الاحتمال الثالث انه يكونوا 3 بوندنج و 3 نون بوندنج، فصار اسمه ايش؟ تي شيب، على شكل حرف تي، مثال عليه اللي هو تي ال اف 3. والاحتمال الرابع والاخير انه يكون عندي 2 بوندنج و 3 نون بوندنج، فال 3 نون بوندنج حطيناهم على الاكواتوريال، فصفى عندي الشكل ايش ماله؟ لينير، ومثال عليه الاكس اي اف 2. وبرد باكد انه هذول كلهم الاشكال سواء الرئيسيات الخمسه او المتفرع منهم هذول اللي بنسميهم نيكل جيومتري، هذول كلهم المفروض انتم تكونوا عارفينهم من خلال رسم اشكال لويس وتوزيع الالكترونات عليهم. وبالحاله الاخيره انه يكون في عندي 6 الكترون دومين زي ما انتم شايفين من خلال الجدول، في عندي فقط 3 احتمالات لانه كلهم متشابهات بتساوي 90. فالاحتمال الاول انه يكونوا 6 كلهم، الست كلهم بوندنج مرتبطات، فبهاي الحاله الميوتر جيومتري يكون اوكتاهيدرال، ومثال عليه اس اف 6. الاحتمال الثاني انه يكونوا 5 بوندنج واحد نون بوندنج، فبصير اسمه سكوير بيراميدا، مثال عليه اللي هو البي ار 5. والحاله الاخيره انه يكونوا 4 بوندنج واثنين نون بوندنج، فبصير اسمه سكوير بلانر، مثال عليه الاكس اي اف 4. وزي ما انتم ملاحظين بكل جدول من الجداول حاطين اكزامبل، فمش غلط هذول الاكزامبلز انك انت تاخذهم تبلش فيهم بالبدايه، ترسم شكل لويس، تحدد الالكترون دومين جيومتري لهم، تحدد الزاويه، وبعدين كمان تحدد المولكيولار جيومتري عشان تدرب حالك على تحديد هاي الاشكال، عشان مرات اذا ما دربت حالك مضبوط رح ياخذ معك وقت طويل، بس هو فعليا مع التدريب رح يصير الوضع اسهل واسهل بالنسبه لكم. طبعا في بعض الاحيان بيواجهنا بعض المركبات الكبيره، انتم عارفين يعني بالحياه زي خصوصا الانزيمات الفيتامينات هاي الشغله الاشكال تبعتهم ايش مالها؟ كبيره، يعني لا ينطبق عليها الاشكال الرئيسيه، لانه احنا بالاشكال الرئيسيه اللي اخذناها فقط في عندنا ذره مركزيه واحده، بينما هون مثلا في عندي اكثر من ذره مركزيه، اكثر من ذره داخليه. فلما يكون في عندي لارج موليكيول، شو اللي لازم اعرفه اللي او شو لازم اعمله؟ اللي لازم اعمله انه بيجي بقسم المركب لاجزاء زي ما انتم شايفين على سبيل المثال. فالجزء الاول اخذنا فيه فقط ذره الكربون الاولى، فذره الكربون الاولى طلع عليها كم من الكترون دومين حولها؟ حواليها 4، فبتوقع انه الالكترون دومين جيومتري لها تتراهيدرال والزاويه 9.5.
درجة الكربون الثاني اللي بالمنتصف اللي عليها الدبل بوند O بتطلع بلاقي فيه عليها 3 الكترون دومين، فبتوقع انه لحالها يكون شكلها ترايجونال بلانر والزاوية 120، بينما درجة الاكسجين اللي بالمنتصف بلاحظ انه كمان في حواليها 4 الكترون دومين، فالالكترون دومين جيومتري لها تتراهيدر اللي بتوقع انه الزاوية 109.5. فعشان هيك في المركبات الكبيرة بحاول اني اجزئ المركب، لانه شكل المركب كامل لا ينطبق عليه اي شكل من الاشكال الرئيسيات اللي ايش اللي احنا اخذنا. فهذا هو الجزء الاول بما يخص كيف نرسم الالكترون دومين جيومتري، او كيف نرسم نحدد الالكترون دومين جيومتري من خلال عدد الالكترونات المرتبطة وغير المرتبطة، وكيف نشتق الموليكولار جيومتري اللي هو الشيب من خلال توزيع او نشوف اكم من بوندنج واكم من نون بوندنج زي ما اخذنا بالجداول اللي مطلوب منكم تكونوا انتم كلكم ايش عارفينها.